السلام عليكم اخوان، نهاركم مبروك وتحيه لجميع المغاربه خارج الوطن وداخل الوطن. اليوم كنتواجدوا في 3 بنقرير بتاريخ 2022 شهر 4 في 26. اليوم غتشوفوا معنا الاثمنه ديال الحولي الغليظ خروف بدري والنعجه. وما تنساوش تعاونونا الى عجبكم الفيديو ديروا ابوني القناه، وكنشكركم على التعليقات ديالكم وعاونوا بالبارطاج وشي ابون وشي لايك للفيديو، هذا الشيء خير منك. يلا على بركة الله في الشغل الأثمين. بارك الله يا إخوان، مليح تبارك الله اليوم في 3 بنقريه تبارك الله، السلعة مليحة الله يبارك، السلعة كثيرة تبارك الله الله يبارك. أنسوي السي شحال الثمن وشحال نعطيهم تبارك الله. صباح النور خويا، كيداير؟ كيداير لاباس عليك؟ هاني سيري الخير خويا؟ 52 أخويا 52 اللي عطينا تبارك الله، 52 اللي عطينا 1000 2600 اللي عطينا تبارك الله، السلعة مليحة. انظروا معانا نشوفوا الواحد كثيرة تبارك الله، 52000 سلعة مليحة الله يبارك تبارك الله السلعة. شحال من راس اخويا هادي؟ 36 راس، 36 باقا سنة الحليبية كاملة، باقا سنة الحليب مليح 52 اللي عاطينو 2600 تبارك الله، سلعة مليحة تبارك الله الله يبارك مليح. لعيب اخويا والو ياك؟ لعيب والو، يا واحد اللي فرطاس هو لعيب اللي كوار ديك الكبرلة تبارك الله، سلاح مليحة وزينة تبارك الله، تفسو شوية مزيانة 52 زين. الله يرحمنا يا اخوان باش تسوي ديال الخير. لا اليوم داخل المليح خويا، وتقول نمرتك اخويا اللي بعتي الله يسخر، مش حاجه في الدار ولا بحالها مرة. قول نمره اللي بغاها شي واحد، 06 02 61 68 19 اعطاني النمره السي، اعطاني الله يسخر السلعه مليحه لا المليح داك الشيء والزين لاعب شعره والو، قال لي ما كانش لعيب لا القياس تبارك الله والله يسخر الله يسخر لك تبارك الله يا اخوان، كاين اللي مليح تبارك الله والزين وتمارك الله يبارك فيك السلعه مليحه تبارك الله. نسولو السي شحال اللي عاطيه؟ سي مصطفى كيداير؟ لاباس عليك، شحال عاطينك؟ 57 اللي عاطينك تبارك الله 57 ألف كتكرم ولا لا؟ 800 1850 اللي عاطينه شحال من راسية؟ 19 راس. انظروا مع السلعة نشوفوا كثير 19 راس خويا خويا الله كان مليح الثمن اخويا، الثمن كاين فاش لا في غليظ لا في رقيق، الثمن بزاف اكثر ديك الرقيقة الرقم رقيقة. سي مصطفى لعيب والو، كاين واحد في حبيبة بس واحد اللي في حبيبة هو خويا لا لا الله يحفظك صافي هادشي ليك تبارك سلعة مليحة تبارك الله الله يرحمه وين سي مصطفى الله يرحمه وين خويا الله يحفظك 20 غرام شحال هنا تعاون كل شوي شحال هنا 20 غرام تبارك الله يا اخوان كاين اللي مليح تبارك الله كاين موجوده والمليح كاين تبارك الله. السلام كدير كدير لاباس عليك نهاركم مبروك خويا، سيري الخير اللي عاطينك هنا 55 و500 تبارك الله 55 و500 2700 تبارك الله 55 و500 2775 2775 يعطيهم تبارك الله. شحال من راسية؟ 20 20 راس تبارك الله. لعيب والو تبارك الله لعيب والو زرده مزرده تبارك الله. افتح وغمس اولي ديالك افتح وغمس سير هاد التقليبة ديال الخروف اللي بغيتي تسوق كي ما اش كياكل كياكل من المزيان تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله كاين اللي مليح 10 راس مليحه تبارك الله ما كاين المليحه ودي الضربه
السعاره ديال تادلاوي وكابره فرحان. تبارك الله، تادلاويه قال لك وكابره فرحان. سعره مليحه تبارك الله. 55 و500 و500 2775 درهم. تبارك الله، كاين اللي لا تبارك الله كاليتي. تبارك الله. مسلح تبارك الله. شطا كل نمرة اللي بغاها شي واحد، لا بعتي لا سخر. بغا شي واحد قول نمرة. 06 06 89 89 89 71 03 09 نعاود. عاد عليا قول 06 89 89 71 71 03 09 03 09 الهاتف النقال ديال مول الغد. الله يسخر. الله يسلمك عليك. الله يرحم والديك. والدينا ووالديك. سلعة مليحة تبارك الله. لا كاين اللي مليح تبارك الله. فين شديتيني انا هنا؟ انا غنشد. مول الغلام تبارك الله. ودرنا علاش قليب بويك لا؟ اسي ها؟ سير الله تبارك الله يسخ. تبارك الله يا اخوان وحس لي يلا سبعت. سبعت بستوس. سبعت 3300. تبارك الله السلعة مليحة تبارك الله. وراز السوق يمكن دوك راز السوق. تبارك الله السلعة مليحة تبارك الله 10 تقريبا 12 تقريبا 12. تحمر راس اخويا دينا؟ تحمر راس؟ 11 من السراغنا الزيتوني؟ لا ما نعرف. لا سرغيني انا بلاتي نكمل الفيديو مع راني معاك. تبارك الله السلعه كي دايره مليحه تبارك الله السلعه مليحه راه حتى السوق تبارك الله 66 بجداوها الناس الله يسخرهم 3300 11 راس تبارك الله. تبارك الله الاخوان السلعه راه في السوق تبارك الله مغليظه تبارك الله راه في السوق الله يسخر خاصو يسجل شحال الثمن خويا تهضر مع الراجل تبارك الله السلعه كي دايره مليحه لا تبارك الله كاين اللي مليحه خويا شنو اللي عطاوك ناخذ؟ عطينا 70 70 هي اللي تامره 72 الله يسخر 70000 اللي تامره 3500 وغادي 72 3500 هي اللي تامره تبارك الله السلعه كي دايره باقا سمع الحليب اخويا تبارك الله كيطلب 72000 كيطلب فيها 3600 اللي كيطلب عاطيهم 3500 شحال من راس يا خويا؟ سبعة حوالة تبارك الله ملاح وغلاط تبارك الله تبارك الله ساعة كي دايرة اخويا تبارك الخوت تبارك الله الخوت سلعة مليحة تبارك الله لعيب اخويا والو ياك؟ والو شي بلا ما تحتاج تبارك لعيب والو دي فلة كاين اللي مليح تبارك الله يا اخوان اليوم اليوم كاين اللي مليح تبارك الله معروف بن قري معروف المليح تبارك الله تبارك الله تبارك الله الاخوان وحس لي عاد بدريه يلاه تباعت الله يسخر موليها غنسول السي عبد الصادق شحال باعها خونا عبد الصادق السي عبد الصادق كي داير؟ داير لاباس عليك نهارك مبروك اخويا السي عبد الصادق اخويا الله يسخر موليها سلعة مليحة تبارك الله ممكن اخو عبد الصادق شحال داز؟ هاد الناس صحابي ماشي مشكلة شدهم هاني انا عارفهم هاد الناس هما كنعرفهم الصوت تبارك الله معقولين قلت الله يعمر هذا 35 ونص اش بعتيها؟ 35 ونص اش باعت تبارك الله الله يسخر سلعة مليحة تبارك الله زينة 35 و500 قلت لي 1475 الله يسخر لك صاحبنا هذا صاحب الله يسخر لك وليد عنده راس كيجي كيبغي يشري واحد اليوم كيكتب اليوم كتاب ان شاء الله تبارك الله سلعة مليحة تبارك الله الله يسر لك سأل مليحة راه كاين عمي لي شاف الله يسخر سلعة مليحة تبارك الله بس شوية قال لي مليح تبارك الله الحال الله يسخر لك سلعة مليحة الله يسخر لك شي لك شحال من راس ديك هذا؟ 21 راس ياك 21 راس مليح بلا ما نسول على العيب لان الشراء باين لا ما نسول عليه هذه ما تنديروا لك جيم خويا الله يرحم والديك الله يحفظك الحمد لله ما تلحقش في اليتيم يوتيوب فيسبوك شويه تبارك الله
حنا بلا ما نسول على البيت ديال البين كيسال على وجهه راه عارفين حنا الصحاب الصادق العيب ما كيدير. مال ولد خال مصطفى اش قال؟ قال لي مليح كاين تبارك الله. ايوا والله. العيب حنا بلا ما نسول. الله يسخر بعنا. الله يسخر. سلعه مليحه تبارك الله. الله يعاون اخويا عبد الصادق. الله يسخر لهاد الناس. امين. الله يسخر لك انت. تبارك الله راه انت راه بلا ما نشكرو. انت هو راه معرفه قديمه. بلا ما نشكرو. انت هو راه حنا عارفين. راه معرفه قديمه بكيرا. ها؟ راه معرفه قديمه. ديال البروج. من البروج باينه. مرحبا انتم هاد الناس اللي داو الله يسخر لهم الله يسخر لهم السيده كنعرفو حنا في السوق نعرفو مع مرضى انتم تعرفوا اكثر منك علماء يكون نعرفو في السوق مع مرضى نلقاو الزين ونقول كاين تبارك الله اخوان البدري كاين موجود تبارك الله الله يبارك كاين الخير الحمد لله الحمد لله نشكرو كاين الخير وتمام الاخوان راه جاتو السلعه كي دايره تبارك الله الله يبارك انت وسطي شحال تمام فرحان خويا رحال صباح النور خويا كي داير لاباس عليك هاني تري الخير اخويا اللي عاطينك شحال اللي عاطينك هنا 28 و 200 كاين اللي بيحضر 28 و 200 1410 10 دراهم سلام مليحة سلام مليحة تبارك الله كم راس يسرحات كم راس اخويا يسرحات كم راس شنو جات الراس شنو جات الراس سلام مليحة افطر على اخوك على كلمة مليح تبارك الله كل واحد كل واحد البدرية زينة تبارك الله غلام الدراوش اللي بغا شي حاجة غلام الدراوشيات العشرين ديال العيد اللي بغا يلاه توصل العيد توصل العيد غلام الدراويش اخويا قول النمرة اللي بغا شي واحد بغاها قول النمرة ديالك اربعة ديال الجيل الله يرحم والديك 06 06 70 70 94 94 34 34 29 29 الله يرحم والدينا اخويا اللي بغا شي سلعة في هذه اخويا مرحبا سير خلي النمرة ديالها والله يرحم تبارك الله الاخوان اللي عادي البارع اخوان الله تبارك الله يسخر لهم وليا 44 راس كانت 44 راس 44 راس تبارك الله تبارك الله الله يسخر لهم وليا سلعة مليحة تبارك الله سلعة مليحة سلعة نقية تبارك الله الله يبارك 44 راس غلم نقية غلم زينة العيب والو قلت البريلا سير اخويا سعيد سير الله يسخر الموليد اللي بغى شي حاجه اخوان مرحبا اللي بغى شي حاجه مرحبا غنشوفو النمره مع السي عثمان اللي بغاها مرحبا اللي بغى السي عثمان مرحبا ياك كاين اللي سير 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 احسب احسب الله يسخر الناس اللي داو السلعه والله يسخر لهم تبارك الله الاخوان واحد النعجه تبارك الله المليح راز السوق اللي كاين راز السوق اليوم في مرحبا النعجه تا هو مجنون تبارك الله مش خرفان تبارك الله صباح النور خويا كي داير لاباس عليك هاني تري الخير اخويا يطلب في 56 تبارك الله فين 2800 2800 تبارك الله كتلف فيها اجير السن جموع انا جموع جموع ياك تبارك الله جموع تبارك الله والد زوج ذكور تبارك الله البنات كي دايرين تبارك الله والد زوج خرفانة خرفانة تبارك الله كاين مليح تبارك الله وسيارة مليحة تبارك الله باقا مليح كاين الزين وسلعة الاخوان راه قليل في رحبة نعجب المليح المليح ما قليل اما النعجه راه موجود هانت لكن المليح اللي قليل تبارك الله غيبات لي راه السوق والمليح دابا شحال الاخوان راه غنصور ندور والله يسخر اخوات بغيت تقول النمره ديالك اللي بغا شي واحد بغيت تقول النمره بغيت تقول النمره اللي بغا شي واحد انا الان عديت النمره ديالك سير عيط لك بنادم الا بغيتي اس 06 06 57 88 22 28 الله يسلمك تبارك الله الاخوان وحس لي عتيه مليحه تبارك الله مليحه تبارك الله نسول السيد شحال عاطينو تمام شحال صباح النور خويا كي داير لاباس عليك هاني خويا الله يحفظك
شحال اللي عاطينك اخويا؟ 33 اخويا تبارك الله 33 اللي عاطينهم 1650 تبارك الله. شحال من راسي يا اخويا؟ 21 راس. اجي في السن؟ كاين السداسيه وكاين اللي راشمه. السداسيه وكاين اللي راشمه تبارك الله تبارك الله. الاولاد ديالك دايرين؟ اجي في الاولاد اخويا؟ 15 خروف. 15 خروف؟ 6 خروفات. 15 خروف 6 خروفات. والولاد كي دايرين الاخوان تبارك الله المليح؟ كاين المليح تبارك الله. الولاد كي دايرين تبارك الله؟ بدريين وزينين تبارك الله. الصليعه كي دايرين الله يسخر المليح تبارك الله. 6 خروفات اللي كاين و 15 خروف الولاد ملاح تبارك الله. 17 كي دايرين سلعه نقيه تبارك الله. كاين المليح تبارك الله. قول نمرة اخويا اللي بغا شي واحد. اييه بعتي الله يسخر. ما بعتيش ما اللي بغا شي واحد مرحبا. قول نمرة اخويا. 06 06 53 53 97 97 89 89 69 69. السكنة فين اخويا؟ غزولة. غزولة ارحمنا. لا غزولة اقسم العاس اسمي اقليم اقليم ياسفي. اقليم اس تبارك الله. الله يسخر اخويا الله يرحم والديك. كاين المليح تبارك الله.